طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أشرح أنا وياكم الدرس الأول من الوحدة الثانية، درس الضرب الذهني. وفي هذا الدرس ضروري جدا الطالب يتقن المهارات المعطاة بحيث يصبح عنده قدرة على الحساب الذهني دون استخدام القلم والورقة. ولو إنكم راح تشوفوا إنه بالكتاب خطوات الحساب الذهني اللي شارح لكم إياها باستخدام القلم والورقة. في هذا الدرس راح نشرح مهارتين مهمات جدا، اللي هي مهارة المضاعفة ومهارة التنصيف. ما المقصود بكل منهما؟ مضاعفة يعني بدي أضرب العدد باثنين، تنصيف يعني بدي أقسم العدد على اثنين. إذا في المضاعفة بضرب باثنين بضاعف العدد، أما بالتنصيف بقسم على اثنين بنصف العدد. بداية بهمني إني أعمل عمليتين المضاعفة والتنصيف، كيف بدي أعمله؟ طبعا هي كمهارة ضرب ذهني أو حساب ذهني لازم أعملها بالمخ، بس هو طالب مني إني أعملهم باستخدام القلم والورقة وأفكر كأني بفكر ذهني. يعني إذا في طالب بحسبها ذهنيا بدون ما يمسك القلم والورقة بيكون مخه رائع جدا. في الكتاب كاتب لي العدد 57 وطالب مني إني أضعفه. رح يجيني طالب رائع بصف خامس يحكي لي يا مس 57 بجزئها، هي عبارة عن 50 زائد 7. بحكي له أنت طالب رائع. بعد ما جزئها اللي هي 50 زائد 7 رح يضرب كل منهما في 2. ليش في 2؟ لأنه بدي ضاعفها. شو بعمل بكل سهولة؟ بوزع هاي في هاي وهاي في هاي، بتصير 50 في 2 زائد 7 في 2. 50 في 2 100، 7 في 2 14، ويساوي هاي 4 ويساوي 114. الطالب اللي حسبها ذهني على السريع حسبها شو حكالي؟ حكالي يا مس ضعف 50 100، ضعف 7 14 114. طبعا هذول بيكون حسبهن شو ذهنيا بمخه بدون استخدام القلم والورقة، وهذا الاشي اللي انا بدي اوصل له. ناخذ واحدة ثانية على المضاعفة، مثلا لو حكالي 94، الأربعة وتسعين يا خامس هي عبارة عن 90 زائد 4. 90 زائد 4 شو بدي أعمل فيهم؟ 90 زائد 4 بدي أضربهم باثنين، بوزع اللي برا القوس على اللي جوا القوس. شو بتصير عندي؟ 90 ضرب 2 زائد 4 ضرب 2. 90 ضرب 2 180، زائد 4 ضرب 2 8، ويساوي 188. هذا الجواب اللي ناتج عن عملية مضاعفة الأربعة وتسعين، 188. أعيد، الأربعة وتسعين 4 زائد 90، لما بدي أضاعف بضرب باثنين، بضرب 90 باثنين بطلع ناتجها 180، بضرب 4 باثنين بطلع ناتجها 100، بجمع 180 زائد 8 طلعت عندي 188. هدول مثالين على المضاعفة. راح أنطلق أنا وياكم للتنصيف. التنصيف يعني أني أقسم العدد على 2. طيب التنصيف يعني أني قسمت العدد على 2، دائما راح يجيب لكم عدد زوجي، ما راح يجيب لكم عدد فردي. فمثلا لو أعطاني العدد 100، أو خلينا نأخذ بالأول عدد بسيط 16. 16 يا أمي هي عبارة عن 6 زائد 10، أو 10 زائد 6. 10 زائد 6، 10 زائد 6. بكل سهولة ماما 10 زائد 6 بدي أقسمها على 2، فبوزع اللي جوا القوس على اللي برا القوس. بدي أقسم 10 على 2، وبدي أقسم 6 على 2. 10 على 2 5، زائد 6 على 2 3، بطلع الجواب عندي 8. وكنا بنعرف إنه 16 تقسيم 2 شو بتعطيني؟ تعطيني 8. أصعب شوي، مثلا يا عيوني لو أعطيتك 42، 42 عبارة عن 40 زائد 2. 40 زائد 2 بدي أقسمها على 2، ووزع اللي جوا القوس على اللي برا القوس. 40 على 2 زائد 2 على 2، 40 على 2 20. ليش؟ بنزل الصفر وبقسم 4 على 2،
زائد 2 على 2 واحد، هيطلع عندي الجواب 21. ناخذ واحدة أكبر شوي زي اللي معطينا إياها بالكتاب اللي هي 168. 168 عبارة عن 100 زائد 60 زائد 8. هلا هدول الثلاث أعداد، 100 زائد 60 زائد 8، بدي أقسمهم على 2. بقسم هاي بقسم هاي وبقسم هاي، يعني 100 تقسيم 2 زائد 60 تقسيم 2 زائد 8 تقسيم 2. 100 تقسيم 2 50، 60 تقسيم 2 30، 8 تقسيم 2 4. 50 زائد 30 80، 80 و 4 84، اللي هي نص ال 168. تمام ماما؟ إذا المبدأ الأساسي سواء كان بالمضاعفة أو بالتنصيف، هون حكينا هذه مهارة المضاعفة وهون هذه مهارة التنصيف. المبدأ الأساسي إني أكتب العدد بالصيغة التحليلية، ومن ثم كل أجزاء أضربها باثنين أو كل أجزاء أقسمها على اثنين. إذا ضربت باثنين بكون ضاعفت، وإذا قسمت على اثنين بكون نصفت. في عندي مهارة أساسية طالب مني إني أحسبها اللي هي الضرب الذهني عن طريق المضاعفة والتنصيف. كيف؟ خليكم معي. طالب مني يا خامس بالكتاب أجد حاصل ضرب عددين عن طريق المضاعفة والتنصيف، زي ما حكينا إحنا بدرس الضرب الذهني الصف الخامس. طيب مثلا لو حكى لي جد ناتج ضرب 12 ضرب 25، ركز معي شو بحكي. رح يجيب لك حاصل ضرب يا إما عددين زوجيين يا إما عدد زوجي وعدد فردي، بس ما رح يجيب اثنين فرديين. دائما الزوجي هذا زوجي نصف، الفردي هذا فردي ضاعف. إذا جاب لك زوجيين اختار واحد تنصفه وواحد تضاعفه، بس إذا اختار واحد زوجي وواحد فردي، الزوجي بنصفه الفردي بضاعفه. بنصفه عن طريق قسمة كل من العشرة واثنين، يعني 12 تقسيم 2 اللي هي 10 على 2 و 2 على 2. بضاعف عن طريق ضرب كل من العشرين والخمسة ضرب 2، 20 في 2 و 5 في 2. شو حتطلع عنا الجواب؟ هيطلع عندي هون 6، هيطلع عندي هون 50. هلا حيصير عملية السهل، عملية الضرب سهلة جدا. بنزل الصفر، 5 ب 6 30. لكل حدا عم بحكي المشي وعملت ال 12 عبارة عن 10 زائد 2، هدول التنتين بدي أقسمهم على 2. 12 تقسيم 2، 10 على 2 5، 2 على 2 1، بطلع الجواب 6. أما بخصوص ال 25، 25 بدي أضربها ب 2 تساوي 20 زائد 5 ضرب 2. 20 ضرب 2 40، 5 ضرب 2 10، ويساوي 5. تمام؟ عرفتوا من وين جبت هاي ومن وين جبت هاي؟ هاي الملاحظة هون. طيب لو أعطاني مثلا يا أمي عددين يعني أضربهم ببعض، 28 ضرب 5، هذا زوجي هذا فردي. 28 رح أنصف، 28 نصها 14، الخمسة رح أضاعف، الخمسة ضعفها 10. بكل سهولة بنزل الصفر وبضرب 14 في 1 14. رح تسألوني كيف طلعتي نص 28؟ 28 تساوي 20 زائد 8، بدي أقسمها على 2 تقسيم 2. 20 على 2 10 هاي، وال 8 على 2 4، 10 زائد 4 14، إذن هاي 14. بالنسبة للخمسة، 5 بكل سهولة بضربها ب 2 شو بتعطيني؟ 10، يعني 14 في 10 بيطلع الجواب 140. ناخذ كمان مسألة نوجدها عن طريق المضاعفة والتنصيف. مثلا معطيني، اللهم صل على سيدنا محمد، 25 ضرب 24، 25 ضرب 24، الفردي بضاعفه والزوجي بنصفه، فهاي ب
بدي أضربها باثنين شو بتصير 50، هاي بدي أقسمها على 2 شو بتصير 12. بكل سهولة بنزل صفر وبضرب 12 في 5 60، الجواب 600. رح تسألوني كيف نصفتي وكيف ضاعفتي، رح أحط لكم ملاحظة على جنب. هاي شو تساوي؟ هاي شو تساوي؟ هاي تساوي 20 زائد 5، بدي أضاعف فبدي أضرب باثنين، بتصير 40 زائد 10 ويساوي 50. هاي عبارة عن 20 زائد 4، بدي أنصف بدي أقسم على 2. 20 تقسيم 2 10، زائد 4 تقسيم 2 2، بطلع الجواب 12. ولما ضربت نزلت الصفر، ضربت 12 بخمسة طلعت عندي 60. آخر سؤال رح أخذه على هذا الدرس، مثلا لو أعطاني بدي أخذ لكم عددين زوجيين. في بداية الكتاب معطيك 8 ضرب 36. الآن بختار إني أنصف الكبير عشان أصغر منه. 18 ضرب 8 بدي أضاعفها شو بتصير؟ بتصير 16. لاحظوا الأمور عم تصعب. لاحظت ماما؟ هون لو بدي أنصف هذه حتصير 9، هذه لو بدي أضاعفها هذه حتصير 32. في هاي الحالة ممكن بكل سهولة إني أوجدها. كيف؟ هاي عبارة عن 30 زائد 2، بدي أضربها في 9. ممكن أستخدم هاي الطريقة. 2 في 9 18، زائد 9 في 30 270، ويساوي 288. إذا ما عرفتش بكل سهولة بضرب 9 في 2 18، 9 في 3 27 و 1 28. ممكن طالب تاني يعمل لي 8 ضرب 36، بدي أضاعف هون بدي أنصف هون، أو بدي أنصف هون بدي أضاعف هون، صارت 72. بدي أنصف هون بدي أضاعف هون، صارت 144. بدي أنصف هون بدي أضاعف هون، صارت 288. وهي الطريقة هي طريقة أسهل، بس المفروض إنه سواء أخذت هاي أو هاي بالزوجي لازم يطلع عندي نفس الجواب. تمام ماما؟ يعطيكم ألف عافية.